السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم محمد حدايدي تطبيقات ابل الرسمية في الاي او اس 11 او النظام 11 او الاصدار 11 صار بامكانك تحذف هذه التطبيقات فبعض الناس تنحذف عليهم بالغ... عن طريق الغلط او بعض الناس تحذفها وتبى ترجع تحملها مرة ثانية فالطريقة لإرجاعها جدا سهلة وبسيطة. في طريقة قد نزلتها بقناتي اللي هو تكتب كلمة أبل في الآب ستور وبتطلع لك تطبيقات أبل. وهذه الشرح اليوم جدا سهل وبسيط حاطط لك جميع الروابط لجميع تطبيقات أبل الرسمية بصندوق الوصف أسفل مقطع الشرح باليوتيوب. بمجرد تضغط على أي رابط منهم وبتحمل الشيء اللي تبغاه كل شيء باسمه. يعني مثلا خلينا نحذف الآلة الحاسبة. لو حذفنا الآلة الحاسبة بهذا الشكل ورحت اسفل المقطع حتحصل اللي انا حاطط لك هي الروابط حتلاقيها بهذا الشكل بتضغط مثلا على الحاسبه بيحولك مباشره على الحاسبه وبيتم تحميلها من جديد وبتلاقيها تحملت عندك بهذا الشكل وكافه التطبيقات حتلاقيها بنفس الطريقه في ملاحظه بسيطه بالنسبه للفيس تايم الاجهزه اللي ما فيها من الاصل فيس تايم فلو ضغطت على رابط الفيس تايم ما حيتحمل معك لو كان جهازك بالأساس في تايم تقدر تحمله من الرابط اللي موجود أسفل المقطع بالنهاية أعطيكم ألف عافية لا تنسونا من اللايك والسبسكرايب بالقناة